السلام عليكم. هذه واحد الجولة درناها في السوق الأسبوعي العالمية، السوق هو سوق رائع جدا. المشروع الجديد يخضع لمواصفات عالمية من حيث الجودة والتنظيم والسلامة الصحية والنظافة، كذلك الطرق والممرات. يعني هذا الخير، هذا مزيان، الإدارة والحراسة مما يجعل ذلك سوق نموذج للخضر والفواكه بالجملة بكل المقاييس. يعني السوق هذا رائع جدا، تلاحظ الشاحنات، وحسب العرض التقني يقام السوق الجديد على مساحة كبيرة تقريبا على 127,000 متر مربع، أي قرابة 13 هكتار. يتكون من 4 أبواب ومن 419 محلا تجاريا و11 مقهى ومطعم ومحلين متفرقين للإدارة و5 مرافق صحية وقاعات للصلاة. يعني هذا الخير، وقاعات كبيرة للشحن وأخرى للبيع. مما كيجعل هذا السوق هذا مزيان، يعني راه كاين العفوية كما كتلاحظوا، الناس غاديين على الجميع. أما المحلات التجارية فتتوزع حسب المساحة، والمنتوج فهي تتوزع إجمالا من ما بين 75 متر مربع وبين 32 متر مربع، كما أن مساحة تقريبا 2440 متر مربع، كلها مغطاة تشمل القاعات الكبرى ومستودعات التخزين كما شفتوا واحد الدورة تما. بينما مساحة ديال 1980 متر مربع عارية، يعني بين راه جدا واحد الدورة، زيادة على توفر السوق على تجهيزات عصرية، على شبكة التطهير السائل والماء والشرب، وعلى إنارات عمومية جيدة، وطرق ومسالك عديدة داخل السوق. راه كما كتشوفوا يعني راه الطرق باينة، وكتشوفوا التجهيزات العصرية على شبكة السائل، يعني راه شي موفر هنا. الخير هذا راه كيخليك المشاهدة، والناس اللي غادي يجيو باش يجيو السوق، راه السوق يعني متناول الجميع، من الخضار من فواكه الجافة والطبور. يعني فهاد إن شاء الله هاد الشهر المبارك إن شاء الله غادي تقدروا الناس يتعرفوا أكثر على السوق هذا. سوق يعني فيه كل المواصفات اللي كتطلب، يعني سوق مزيان. ما نكروش السوق اللي فات، يعني كان سوق القهوة اللي شهد واحد فترة زمنية مزيانة. تحية للجميع.